مساء الخير. احنا عددنا قليل بس مش مهم العدد، من الكواليتي موجوده. اكيد في ناس كتير في السكه والناس زي ما بتعرف. بس اول حاجه اهلا بكم فنانينا واصحاب القاعه واصحابنا، مساء الخير. ونحن طبعا عارفين ليه احنا هنا، عشان نقدم المعرض الجميل اللي بقاله ثلاثة اسابيع معانا ومبسوطين جدا فيه. وهو مش بس جميل، وكمان عنوانه جميل عشان صبره جميل. الصبر جميل واللي عملها جميله واجمل كمان. انا كنت عايزه اعلق على حكايه الصبر جميل. الصبر بالنسبه لي يعني عنوان عنوان المعرض بالانجليزي اللي هو الصبر فضيله. انا بالنسبه لي بحبه اكتر بالانجليزي، لانه الصبر هو مش هو جميل بس على الله جميله. والصبر صعب يعني مش معاناه، بس الواحد تاخر والواحد زي عايز يعني زي الصبار زي ما قلنا، انه الصبار عايز يعيش ويعمل يعني يخزن الميه بالظبط. يعني الصبر هو صعب، مش كل الناس عندها الصبر. هو الصبر هو عواقبه جميله حتى ما هو جميل. المهم دلوقتي الدكتور مصطفى تحب تعرف يعني تقدم المعرض ده؟ لان انا عارفه الدكتور رباب بتفضل ترسم ما تتكلمش. الحقيقه انا بالنسبه لي انا المعرض انا عارفه من زمان، وانا من المعاصر كل عمل فيه بيتعمل بشوفه يعني من ملاحظاتي اللي معايا في البيت. فالحقيقه ربط لها يعني بتقول لها سلوكيات خاصه جدا بالرسول. الاول يعني عايز اشير الى حاجه مهمه جدا، وان الصور ده على الشاسيهات بتاعتي. انا عندي مجموعه شاسيهات اظبط في الكروم ده. يعني كان المفروض يكون سفر يعني احب اكرر لا عشان مش زي لا عارفه عشان انا عايز عشان نكتبه بعدين كمان الرسم بتاعك. لا هو الحقيقه انا عندي بعمل عاده مجموعه شاسيهات بمقاسات مختلفه. قبل لما تيجي تبدا تشتغل بيحصل عمليه انها تدخل المكان اللي فيه الشاسيهات الفاضيه بس مش موجوده وتبدا تختار سبعة ثمان شاسيهات. هي اللي بتختار المقاسات ده وده وده من غير ما تفكر في صورة يعني ده وده 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 تاخدهم من عندهم عايزينهم. وده عندنا يعني الشباب، وعندنا شباب اكثر من بدر كلاي وعادل مصطفى والمجموعه دي يشدوا لها الورق على شاسعها. لغايه دلوقتي هي ما فكرتش تعمل، ما عندهاش شاسعها فاضيه، مساحات مختلفه لكن هي ما عملتش. تبدا في الاول تتجول ما بين، انا كل ده انا مراقب وملاحظ من بعيد يعني انا شايف. تبدا تتجول ما بين المجموعه اللي هي قدامها تبص تبص في الاخر تستقر على هتبدا بواحد منهم شاسيه من الشاسيه تحطه على الحامل في 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 مثلا تحت بتاع الحامل وتبدا تقعد قدامه شويه. انا ما اعرفش بفكر ازاي في الحكايه، انما هي تقعد تفكر شويه تمسك ورقه ممكن ساعات تعمل سكتش صغيره كده، وممكن ساعات تبدا عباره على طول على المساحه على طول بالقلم الرصاص في الاول. تبدا ترسم وبعدين تاخد في الحكايه دي مده شويه، لانها يعني لو لاحظ انها من المهتم قوي في بناء الصوره او البناء يعني العناصر اللي بتتحط في المساحه يعني بتبني المساحه بتاعتها بناء معماري تهتم بيه جدا. ترسم بقلم رصاص لغايه ما تستقر على التصميم بتاعها. الموضوع هي عندها اللي انا بلاحظه ان هي عندها عائله من العناصر اصبحت تتعايش معاها وهي بتتعايش معاها. هذه العائله بقت هي يعني النبات والطائر والسمكه والبني ادم والانسان، يعني كل العناصر والمركب والبحر وكل ده دي عناصر بتاعت الراجل اللي هي بتتعايش معاها. وبالتالي هنا بيبقى في كتير من الاحيان هي بتبقى عمليه
العناصر ديت مجتمعه تتحرك على السور ولا بعض منها ولا منفصل ولا في خلاط وهكذا. ده يعني لذلك هي لا تعاني في مساله ان لما تحط صوره تقدر تحلها بالعناصر بتاعتها حلول يعني احنا شايفينها فيها بناء قوي يعني. بعد كده بتبدا بعد ما ترسم بالقلم الرصاص يعني هي مرحله ورا مرحله خلصت ان ده التصميم اللي هي موافقه عليه. تبدا تحضره. في الحاله ديت الصوره بتنتقل من هناك موافقه لانها تمام. لانها بتحضر بالقلم وفيه الجراح بوينت 1. فتبدا الصوره تنام علشان هترسم وهي الصوره نامت. بعد كده تحطها تاني على الحاجه. وتبدا تعمل بقى خطه توزيع الابيض والاسود. فتبدا توزع الاول تلاحظ انها تروح هتحط فين الاسود الاول اجمل درجه يعني على المسطح كله فين وفين 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 وبعدين بعد ما تحط وتستقر تبدا تشوف الهاف تون اللي بعد منه والتراك اللي بعد منه يعني لغايه ما تبدا في الاخر الصوره تنتهي بالابيض والاسود. في كل مراحل الصوره لان هي من الاول عندها عنصر البناء الابيض والاسود فممكن تبقى في مرحلة الأبيض والأسود والصورة زي بعض الصور هنا الصورة تبقى مكتملة خلاص. يعني هي عندها البناء يعني المرحلة بتبقى كاملة مش محتاجة أنا أضيف حاجة تانية. والصورة ما بتنساش شيء فلذلك تيجي بعض الصور نجد إنها تحط صور تانية وتبدأ تعمل بناء تاني للون. يعني لكن لو الأسود ده مش موجود يعني أو موجود يحتاج فين لون؟ وإيه اللون اللي تحطه كميته إيه؟ فتبدا تعمل توزيع وتنسيق لمجموعه الالوان اللي تختارها اللي تتناسب مع الصوره اللي بتاعتها. احيانا الصوره لما توصل اللي هو بتاعته واللون يدخل في نوع من الاستحياء كده يعني على اصيل يعني لا قليل يعني ما تبقاش الصوره فيها الابيض والاسود يبقى هو المسيطر هو البناء. فيتخللوا في بعض الاحيان لون في حته هي بتختاره وتحط لون وقليل جدا. زي مثلا الصور الرنة ديت زي الصور بس بتسيب من الصور. وفي صور اوصل الى الابيض والاسود كما لو كان هو ده بدايه او اندر بيتنج للون. الابيض والاسود بيتعامل ده كله بالاداه ده باللون. تبدا تغطي اللون توزع اللون بقى على مساحه ثانيه كما لو كان هي باديه. وبعض الاعمال بتبقى هي اللي بتختار دي بتحتاج لها الوان ولا بتحتاج قد ايه الابيض الابيض الوسط فيها وقد ايه بيدور وقد ايه يعني هي هذه الخطه اللي دايما الرب لما تتعامل معاها بتعمل بشكل. الرب بقى لما بتشتغل والصوره مسطحه انا طبعا بنزل اروح الكليه وارجع مشاوير وارجع وارجع تاني انا اصحى من النوم الاقيها بتشتغل يعني احنا الاقيها بتشتغل يعني نفطر وانزل وهي اسمها هي تقعد تشتغل ارجع من الكليه الاقي قاعده تشتغل. نتغدى وانا ممكن اروح اريح وممكن اروح مشوار او ممكن وارجع اشتغل كده. اقومها الساعه 11 12 بالليل بالعافيه مع المصدر. الحقيقه يعني انا في فتره من الفترات بقيت يعني انا قلق يعني مساله هذا لان انا لما بتشتغل مش مجرد انها بتعمل يعني بتعمل يعني بيحصل نوع من التوحد بينها وبين القلم والورقه واللون والبتاع كما لو كانت يعني وحده متكامله مع بعض بيشتغل مع بعض كل واحد فيهم بيشتغل مع بعض مع الثاني. فهذا التوحد خلاني في الاخر انا هي ما كانتش تعرف تتكلم ما تحسش انا بقيت قلقان لانها بتبذل مجهود اوفر يعني بدات تعمل مجهود زياده. الاشكال اللي فيه انها هي مش حاسه بهذا التوحد ان لما تخلص هي في منتهى الاستمتاع وهي بتعمل يعني هي بتشتغل كده انا اللي مريت انا مش عارف لان مثلا انا مش متخيل اي مساحه من الاسود اللي بتعملها ديت لو انا اخدت قلم ربيته لو انا اخدت قلم ربيته عشان لا يمكن لان انا لا امتلك هذا الصدد ان انا اعمل لابس بوينت 1 يعني مساله ليه؟ يعني انما ان درجه انا ساعات اقترح عليها طب كبري السن شويه يعني انا عايز اتخلص يعني فهي مرة اسكالات وعملت بوينت 2 مش عارف ولا بوينت 3 اشتغلت عليه تاني هو تاني بالبوينت 2 لان هي بتعمل عملية نسيج للعنصر بشكل
البناء بتاعه هي مستمتعه بده استمتاع، وانا شايف ان ده اجهاد سيادة عايز اقول لك هي مستمتعه جدا. يعني انا شايف ان انا لو عملت ما ارفعهوش ما اقدرش اعمله، يعني انا شايف التعليم والمساحات ديت ما اقدرش اعملها. صغار المساحه بدات يعني في المرحله ديت تقريبا المساحات اللي بتفكر فيها مساحات كبيره يعني على 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 التكنيك، يعني مش مساحات كبيره على الفنان، لا كبيره على التكنيك ده بالقلم واللون الريشة والدوائر الحلوه. فده مساله يعني فعلا فيها نوع من الصبر. ولذلك انا فكرت شويه في الاطارات هي والموضوعات اللي بترسمها والتكنيك اللي بترسم بيه فعلا يحتاج صبر. هم مهمين في الصبر، لان مثلا كان في الاول لما ترسم يعني الصيادين، لان هي طبعا هي كانت واحنا كنا صغيرين مثلا كنت بتطلع وكانت بتشتغل في الانفوشي تقصص خط انفوشي اول ما اشتغل، فكان بيبقى الجو كويس في الشتاء في الاسكندريه بيبقى جميل، تطلع تمشي مع البحر لغايه الانفوشي، فتمشي على مساحه من الشارع كلها قدامها مراكب قدامها صيادين قدامها بتاع، تروح القصر الصحافه اللي هناك كله هو تقريبا من الناس دول من المجموعه بتاعت البيئه دي، فبقت صاحبتهم وهم صاحبينها، يعني مش هي بس مصاحبين كل الناس اللي اشتغلوا في القصر الثقافه ده، وبقوا يحسوا ان هم يقدروا يدخلوا ويطلعوا وبتاع، هم ناس مسطحه. ففي علاقه ما بينها وما بين المكالمه دي كمان تيجي تحكي لي فرق. ساعات يطلع صيادين يروحوا البحر هناك. اسكندريه معروف عنها مواعيد النواد، يعني في نوم اليوم الفلاني الصيادين عارفينها بالجدول من وقت كذا لوقت كذا، ان هو النوم الفلانيه والنوم ديت صفاتها ايه؟ يعني حتى ايه اللي فيها هواء فيها مطر فيها مش عارف ايه يعني، وحتى مسمياتها بتبقى عامله زي الشهور الطيبه، كل نوع كل نوع لها مسمى، زي الشهور لما يكون مش عارف كام تروح البيت ولاد وحاجه او حاجات كده. ساعات المركب لما تطلع من الصيادين في عرض البحر بتقعد يومين ثلاثه واربعه وترجع معايا، وهي يعني ممكن النور تفاجئ طبيعه الانسان تيجي قبل الموعد المحسوب في الجداول او بعد الموعد، يعني ما فيش الموعد بتاعها مثلا، فممكن تيجي نوره شديده جدا والصيادين في البحر في المركب، فتجد ان كل الاسر بتاعت هؤلاء الصيادين محسوسة على الشرف المنتظرين المركب اللي لا توصل يا اللي ما توصلش، واقفين كلهم اولاد وزوجات، يعني في حاله طبعا قلق لان ممكن توصل للحكايه ممكن ما توصلش. كل ده كانت هي بتشاهد وراحه ليا معاهم نشوف، فدي من الحاجات اللي كانت بتبقى مؤثره بالنسبه لمكان الصياد. طبعا لما يبقى يصطاد يعني محتاج ان هو يبقى صمام عشان يصطاد، يعني ما بيعملش الحكايه ولا زي ما يمكن يعملها يمكن يمارس بالصناره، ان هو يبقى مستمتع وهو قاعد صابر ان تيجي سمكه، ممكن اخر مره ولا اخر مره بيجي سمكه، وده ما يخليهوش يعني مستاء ولا حاجه، متعه. هو المتعه بتاعته ان هو قاعد يصبر هذا الصبر. احنا العنصر السنه دي اللي انا شفته في المعرض ده جديد عن الرياضات الصبار. عنصر الصبار عنصر هي اللي بتحب النباتات بشكل عام ولكن بشكل خاص الصبار. ده من زمان يعني احنا عندنا زرقوطه كده في مرسى مطروح، الجنينه بتاعتها كلها والحكايه دي مده مزرعه صبار مفيش حاجه تانية. في المرسى عندنا برنده كبيره كده فيها نباتات، لا ما نقولش فيها نباتات نقول فيها صبار، كلها صبار ما كانتش رسمت ولا فكره خالص، انما هي بتحب الصبار دي. السنه دي بدا فرد كده يدخل ويتسرب الى انها تقعد قدام وتشوف وتبدا يشد انتباهها على انها ترسم، فده برضه لما نيجي نشوف النبات الصبار يتسم مع شخصيته برضه مع النوعيه بتاعت الاداء ومع الجو مع الصياد يعني هو نفسه. وهنجد هنا ثلاث عناصر، يعني الموضوع والاداء والعناصر، هنجد ان هي يعني فيها وحده وحده الصبر بالفعل يعني ممكن. فده تقريبا يعني اللي انا شفته في المعرض ده عند رباب السنه، واعتقد ان يعني هي كانت مجيده جدا وقدرت تقدم رساله جيده في حدود هذه الاشياء اللي هي عملتها في السنه. اعتقد كده.
أعمل فكرة قوة ما حصلتش
مرشحينش او كذا، وبالتالي حصل تدمير في نظري، تدمير عالمي في قضيه المشاعر وقضيه الرومانسيه وقضيه العاطفيه وقضيه الانسانيه وقضيه احساس بالاخر واحساس بالناس. يعني حتى الاعلام لما بيحاول في الحاجات دي بيحاولها بشكل مش قوي مش جميل، يعني كلمه الاحساس بالاخر وكذا كلمه بقت سخيفه الى حد كبير، لان هي ما بتحصلش في الشغل بتاعنا. ام كلثوم كان عندها قدره انها تعمل الصوت الجميل، لانها كانت بتحفر في اغانيها وفي اشيائها بشكل قوي جدا، وكانت قادره انها تجمع الناس والمنطقه العربيه كلها، كل الناس اللي بتعرف اللغه العربيه بتجمعهم مطرح قوي جدا وفهم جدا. فالصبر الجميل محتاج مننا فترة طويلة عشان نعرف نشوف ايه الصبر وليه جميل، وليه قالوا الصبر جميل، وليه قالوا ان المصريين القدماء كانوا اكثر الشعوب قدرة على الصبر. وانا كنت في المرة اللي فاتت تحدثت شوية عن الجمالية المصرية، الجمالية المصرية اللي هي كلمة حامد سعيد طبعا محيي كان من الناس المقربين من حامد سعيد ده، وكان راجل فيلسوف يعني. لما تبص للنحت المصري القديم في صبر غير عادي، صبر فعلا قوي ومهم، والتحرك من السطح من منطقه لمنطقه محتاجه عشق للصبر، عشق للصبر. فالصبر حاجة مهمة. لما نبص دلوقتي للمعارض المتاحة ونشوفها ونلف كده المعارض نجد إن مفيش أي علاقة بين الشغل ده والصبر. ده موضوع يلا بينا حاجة كده يعني نخلص ونشطب ونبقى هنا ونعمل مراكز ونعمل مش عارف إيه ونعمل إيه. يعني بقى فيه قصص مالهاش دعوة بالفن، لكن ليها دعوة الحكاية دي. خلف كلمة الصبر ملهاش معنى كبير ومش متداولة، وحتى الكريدت أور اللي في كليات الفن دلوقتي بيمنع الصبر، لأن الطالب يدرس 3 أشهر وعلى بال ما بيدخل وينتظر بيكون حاصل. الفن عاوز الصبر، الفن عاوز الصبر، والصبر ده مش يعني مش حاجة معقدة حاجة من هذا القبيل. الصبر فعلا أمر مهم جدا جدا جدا. فالدكتورة رضا أو الفنانة رضا بالتعبير الأفضل فعلا شغلها اللي موجود حوالينا وشغلها اللي قبل كده عندها صبر، نوع الصبر الإيجابي اللي هو الواحد يقعد يمسك قلم رفيع جدا ويبتدي يشتغل وهو مش واخد باله وهيقعد قد إيه، مش مهم. مفيش تايم للروح، مفيش تايم للانتهاء، مفيش تايم. رباب نمر اللي تتبع حركتها في الفن يجد إنها اكتنزت في نظري، اكتنزت كمية هائلة من الصبر. يعني هي فرقعت، أقول استخدم الوصف ده، يعني تفتحت بشكل قوي في الوقت الأخير. قبل كده كانت الشغل كله، بس أنا بشوف إنها عملت تفكير، التفكير ده كان تحتيه إدراك يعني موجود الصبر. فجرت الشغل بتاعها اللي هو في ال10 سنين الأخيرة أو 15 سنة الأخيرة بدأ يبقى له مقام تاني وله قوة تانية وله فكرة. من أكثر المقامات القوية في شغلها هو أحكام البالانس والاتزان والحبكة، يعني هي عندها قدرة فكرية دي فعلا مفيش فيها أي حاجة. لكن أول ما الواحد
واحد يبص الروح هيلاقيها كانت متوازنه، وده معناه ان كان في صبر، لان الصبر هو اللي ياتي بالاحكام وهو اللي ياتي بالتكامل بين العناصر وبعضها. زي ما بقول دايما لو رجعنا للحدس بتاعت الفنان المصري القديم الرؤوس بتاعت النحت، نجد ان كل قطعه فيها لما ناخد المشوار بتاع حركه العين على الوجه صعودا وهبوطا على الملامح، نجد ان في صبر غير عادي. يعني انا احيانا اتخيل الناس المصريين القدماء لو كان عندهم قد ايه صبر، كانوا ابطال في الصبر، ابطال يعني ناس اعجاز. لغايه دلوقتي الميزان بتاع الوجه والروح، الميزان بتاع الاكل بتاع وشه، محدش بقى يعني العكس، هو بيتلقى الشمس في الصباح، لكن الزاويه اللي بيتلقى بيها في الضوء ده للشمس ده لم تدرس ما اتحسبتش. واحنا طبعا بنقرا عن الاجانب لان هم اللي كتبوا اكثر عن الفن المصري او الفن بتاعتنا، لكن انا شايف ان في موضوع اهم جدا في الزوايا دي. الزاويا دي ما فيش غير الناس عندهم تأني وصبر غير عادي. وعشان كده انا بقول ان المفروض ان الندوات اللي زي دي تنتشر وتتسع عشان ينتقل للاجيال الجديده معنى الصبر. يعني هي مش مساله تكنيك نهائي خالص، لا الصبر ده استخدم اللفظ البسيط يعني حلاوه، حاجه جميله جدا ان انا ابقى متمتع بالصبر، الوقت بيعدي وكذا. لو انا عندي فطور او قلق او استعجال او لا شيء شغل، لو انا عاوز من الشغل ده اخد سندوتشات مش اي شغل. سندوتشات انا بعمل بستخدمها كلفظ، هم الناس سمعت عن سندوتشات يعني فلوس، سندوتشات بيع يعني بيع وشراء ومصالح وحاجات دي. يعني الواحد يبص للفيسبوك والحاجات دي والاخبار المعارض والحاجات دي يحصل له نوع من الاشمئزاز، لانه ما بقاش الفن مسج فخم، بقى سلعه بسيطه و ما بقاش معنى ولا بقاش قيمه ولا بقاش اي مبرر لخروج. الصبر الجميل المعرض ده لازم نتحدث عنه بكميات هائله. العناصر اللي موجوده زي الصبار بيقولوا عامل شغل قوي، لان هي عندها حاله معماريه في الشغل، يعني تعمل خطط في تحركات اللاينز او الخطوط بتاعت الصبار رأسياً. الدكتورة برضه سألتني إيه رأيك في المعرض، قلت لها شوية كلمات بسيطة ممكن أكملها دلوقتي وهي إن هي بالصبر برضه بالصبر تستطيع إنها تحرك كمان حبة حاجات في الشغل، زي الوجود بعضها بدأ يتحرر من الحالة بلين. يعني عاوزة حاجة وهي بتشتغل وحط الشغل يعني من غير مشاكل، حد موقع حاجة يعمل شوية مسخرة تعمل يعني تحريك لهذا الكم الهائل الجميل من الصدر هي، فعاوزة شوية نعكشة. طبعا زي ما قال محيي كنا احنا زمان يعني قبل الاحداث الاخيره دي كنا نلتقي تقريبا كل اسبوع عند حد فينا كميه هائله من الفنانين ونتناقش الموضوع ونيجي وبنعمل تحريك للخيال، لان الفنان ما يقدرش يقعد يرسمه كده وخياله يشتغل لوحده، لا يمكن، لازم يبقى فيه حفظ وعطاء وشد ويعني شويه في اللي بيسموهم المسخرات المهمه. فالحركه التشكيليه المصريه
فيها بلاوي لكن ما فيهاش مسخره، فيها مآسي لكن ما فيهاش مسخره، فيها مزادين لكن ما فيهاش مسخره، فيها حدوديه انا نفسي خلاص لكن ما فيهاش مسخره. عشان كده الاقبال على الواد ضعيف مش بسبب حاجه ولا زحمه ولا حاجه، ده بسبب الفتور اللي دخل وعشش في قلوبهم وعقولهم. وانا بقول ده بكل صراحه، يعني مفيش عندي مشكله. اللي بقى كاتب، اللي بقى اديب، واللي بقى منظر، واللي بقى مدير، واللي بقى كفيل، واللي بقى كذا الفنانين ابعثروا الى حد كبير. وبقى كل واحد يقول اللي هو عاوز يقوله بحدوديه شديده. لكن هذا المعرض فيه في غصانة، غصانة دي كلمة مصرية عصر الأرضية، يعني الفن بتاع ميكيلانجلو والناس دول الفن الأصيل، يعني الأصيل يعني متين. الفن المصري هو اللي علم البشر أجمعين يعني إيه المتانة في الشعر وفي العمارة. عشان كده العمارة المصرية لا يوجد لها مثيل في الاستقرار وفي الثبات وفي الرصانة. فكلمة رصانة عند رباب نمر كلمة مهمة، واللي قاله الأستاذ مصطفى التأتيك بتاعها هو ورا إنها تحقق الرصانة دي، فده أمر في الحقيقة مهم جدا. أنا شايف إن الأدوات دي مهمة إلى درجة كبيرة جدا، وحاجتنا نعزز إزاي تدي الناس أكثر عشان نعمل توليفة جديدة للبشر عشان يحبوا ويقروا ويحبوا يسمعوا ويحبوا يشوفوا ويحبوا يناقشوا الفنان ويحبوا يشوفوا الفنان. حضوره هنا مش عشان يذكرنا بشغل، لا ده هو عشان لو انا عاوز اجادله اناقشه احيي جواه حاجة هو مش عارف، يعني مش عارف يعبر عنها بالكلام لكن بيعبر عنها بالشغل. لكن ممكن جدا ان انا احاول الفنان ممكن يقول لنا حاجات ما نعرفهاش، وممكن هو في اللحظه دي يقول حاجات هو نفسه مش يعني مش مريحه قوي، الكونشس بتيجي بالحوار او كده. زمان كنا محاولين وكنا اجتماعيين وكنا جماعيين، وكان برضه الفكره بتاعت روحي ان مثلا واحد زي حامد سعيد ده راجل قد كده بس كان عبقري جدا، شخصيه فذة هو عجب، كان شكله وجسمه وحجمه فرعوني من يعني الفراعنه كانوا ناس قليلين كده، مش قطاع مش كبار يعني، بس كانوا عباقره بشكل غير عادي. لذلك مثلا في ايطاليا وجايز واوروبا كلها لما حد يعمل حاجه عظيمه يقول لك حاجه فرعونيكا، فرعونيكا يعني كارثه. الفرعونية دي موجودة في الشغل ده من زاوية الإحكام، الإحكام ده مهم جدا. أنا بتمنى طبعا إن الدكتور مصطفى يعني أجيب معاه شوية شاسيهات وآجي وهي بتشتغل أعمل شوية مسخرة. ماشي حاجة. بس معرض جميل ومؤنس، ونشكر الفنانة طبعا، ونشكر الحضور، ونشكر الرجالة لأنها مستمرة. بس احنا نعزز الاستمرار ده، يبقى في نعمل تقاليد، لأن المسألة ما بقاش فيه تقاليد. في سمبوزيوم نروح، لأن سمبوزيوم يبقى فيه سندوتشات. دي مشكلة حقيقي. وبعدين بقى بنشد الكبار والصغيرين، يعني أنا بستغرب إن الفنانين الكبير يروح السندوتشات، يعني بتاع ايه يعني؟ المفروض السندوتشات تجيب ولا لا ما تتكلمش في السندوتشات عشان انا نضيف منهم دلوقتي. لا سندوتشات دي حاجة تانية. على أي حال أنا أحب إن هذا السيمينار أو هذا الصالون يعمل تقاليد. لما نقول إن في ندوة لمصطفى عبد المعطي أو المحيي أو أحمد عبد الكريم أو
حسن عبد الباقي او لاي حد، ناس تروح مش بالضروره يكون عاشق ولكن يقدر يفكر افكار جدا. وشكرا. أنا ضيفة اسمها أنسة نديل نظمي، جاية خصوصي من اسكندرية عشان تحضر الندوة وتشوف أساتذتها. شو هي تلميذ حضرتك ولا تلميذ دكتورة رواتب؟ الاثنين اتفضل اتفضل اتفضل. الحقيقة الحياة ما كنتش ما حصلنيش الحظ إن أنا أجي الافتتاح بتاع المعرض، كنت في الشغل النهارده الصبح وبعدين شفت الاعلان وقررت ان انا اللقاء ده، لانه يعني اولا جيت لسبب واحد، فكره الشغف مش من واحد، نمره اتنين دايما لما الدكتور الوقت بتعمل معرض ده الحقيقه يعني من اهم الحاجات اللي بتخليني اجي معرض الدكتور انه أبدا كده من كل مرة هشوف حاجة غير مش فاهمها ولا فاكرها. فالنهاردة يمكن اتكلمنا قبل المرض شوية إنه الفجأة اللي حصلت إن أنا بالنسبة لي دخلت المرض لأول مرة حسيت إنه في نقل، أنا حسيت إني دخلت في نقلة فكرية. المرة اللي فاتت يمكن 2009 السابق كان في فكره مفاجاه للون والابيض والاسود والنقاط والاشكال والتركيبات والتراب دايما بتعمل، بس المره دي ما حس ما شدنيش قوي ان انا افكر في المسطح كانه بيقدم لي تجربه لونيه تشكيليه، لا المره دي المعنى كان بالنسبه لي ابعد، لأنه كل لوحة كانت فكرة موضوع، بس كمان الموضوعات كانت فيها عمق مش قادرة أفسره بفكرة الأداء ولا الطريقة الأسلوب الدكتور بشار بيه أو لا، هو كان مساحة أكتر حرية للتعبير عن أفكار، يعني حاسة إنها نقلة الحقيقة مختلفة بصراحة، والحاجات اللي فيها يعني لوحات القرار فيها فكرة، حتى سأل خليل بعد فكرة العشاء الأخير، يعني قلت لها طيب موضوع العشاء الأخير يعني طول الوقت بيتكرر، بس كل مرة غير المرة اللي قبلها، وكتجربة في الشخصيات في الحوار الإنساني في كل لوحة أنا حسيت إن في ارتباط بيها بالسينما، يعني بقول لحضرتك يمكن قبل اللقاء قلت لها إنه أنا كنت لما بتفرج على اللوحة اللي جوه اللي في القاعة الثانية كنت بقول لها إنه فكرتني بأعمال جودارد مثلا لما بيعمل فيلم ويلاقي لمدة دقيقة ونص على الشاشة سكوت تام في الفيلم، فما نقدرش نقطع اللحظة بتاعت السكوت في اللوحة في شريط السينما لأنه بيدور بدرامية الحالة اللي قبل الفعل والحالة اللي بعد الفعل، فلو حد مرة دي استشعرت فيها نفس الفكرة، استشعرت إنه قبل الفعل مرحلة وبعد الفعل مرحلة، لكن اللوحة المرة دي في التجربة دي هي مرحلة الصبر زي ما الدكتور فيغالي قال وتومك قال في مصطفى، هي فعلا مرحلة ما ينفعش تقص من الزمنين، هو زمن لوحده قائم لوحده بيتحرك باتجاه قدام مستقبل له كتجربة فكرية وفلسفية بصراحة، يعني شاكرين جدا طول النهارده اللي بتعملوا لنا معاك كل سنة، بس دي أنا بعتبرها. يعني النهارده طبعا بنشكر الدولة الزمالك على الندوة اللي هتستمر إن شاء الله والندوة الجاية،
بس عايز ارجع لورا شويه واقول ان انا كنت من شد المعجبين بشغل الدكتور رباب، وفي سنه من السنين رحت البنالي قبل ما يتفتح البنالي ولقيتها عامله. دكتور احمد بس عكسك شويه. ما سبني كنت ولا زلت؟ لا يعني سبني ابوك يا راجل. انا اديني فرصه. بص اديني فرصه يا دكتور. لا لا انا فرحت البنادي لقيت في لوحه تقريبا كانت 4 متر في 2 متر ونص رسمه فيها نباتات وزعفران ولافت وقطط وحاجات كده، حاجه انا اتفعلت جدا في اللوحه دي. ورحت البيت مش عارف اعمل ايه، عايز ادي جايزه للدكتور رباب، انا شخصيا عايز ادي جايزه للدكتور رباب. فرحت رسمت على فوق بعد رسمه وقعدت سهران فيها لغايه الصبح، ورحت التعاويذ درستها، ورحت قبل البنالي ما اتفتح وقلت لها دكتور رباب جايبه لي مني اللي هي دي، انت خدت اكبر جايزه. اديتها صح ولا غلط؟ اديتها البنالي اتحكم البنالي، خدت الجايزه الكبرى في الرسم. فطبعا انا من معجبين بشغل الدكتور رباب، لكن انا هتكلم عن نقطه عشان ما اكررش كلام، عن حاله من حالات الوقت والترانزستالي والتعالي في الحاله اللي هي فيها بتشتغل. يعني مش هتكلم عن التقنيه اللي لها الاداء دي خلاص، لكن حاله الوجد دي بتيجي للفنان لما يكون يمتلك ادواته ويمتلك عنده ويمتلك رؤيته وعنده كمان حكمه فلسفيه، حتى لو ما كانتش ظاهره وما بيعرفش يتكلم عنها بتكون جوه في خاطره. لما بيتحد مع العمل بتاعه وبيجيله حاله الوجد دي بيبقى في حاله تعالي. حاله التعالي دي لا بيبقى واقف على الارض ولا ماسك السما في ايديه، ولذلك موجود الدكتور مصطفى هنخش وايد واروح وايد، هي مش حاسه بيه خالص، هي بحاله ود وتعالي بالعمل بتاعها، ودي اهم نقطه في عنوان المعرض الصبر جميعا. وشكرا. انا طبعا مبروك استاذنا الدكتور رباب، ومبروك للدكتور مصطفى بما ان دول من اهم الثنائيات اللي مرت على تاريخ الحركه التشكيليه المصريه. أنا جاي أتفرج على المعرض لكن ما كانش عندي فكرة إن في ندوة خالص. أنا عادة لما بروح أعمل ندوة ببقى محضر ورق، فدي أنا كتبت لك في مش عارف ندوة إيه، فدي لا والله ما أعرفش فعلا، حقيقي ما أعرفش إن في ندوة. لكن بما إن الفنان أنا أعرفه من زمان وأعرف مشروعه، الفنانين أنواع، في فنان المشروع عنده مشروع بيشغله من أول ما بيبتدي من البدايه للنهايه، بيبقى بتلح عليه فكره، وفكره لما الفكره بتكون نسيج المشروع. دكتور رباب من نوعيه الفنانين اللي ليها مشروع جوه اللوحه الواحده وجوه المعرض او المرحله اللي بتقدمها بشكل عام. انا جيت الحقيقه ما سمعتش غير الدكتور احمد عبد الكريم وقال فكره كويسه هنتكلم عليها، وسمعت الدكتور فرغلي، الدكتور فرغلي ما سمعتش اللي قبلهم طبعا للاسف. دكتور فرغلي اشار لفكره مهمه جدا وهي دي اللي كانت بتشغلني طول ما انا بكتب عن التراث. فكره التراث المصري، في ناس فاهمه التراث المصري يعني ترسم ابو الهول، ترسم الهرم، تخش معاه تراث الشعب كمان، ترسم الكف والسمك وكده. لكن هو التراث بيبقى على ثلاث اضلاع ملوش رابع من وجهه نظري، الزمان والمكان واللغه المعتقده. يا ده الصارح لو ازاي يا دكتور ازاي حضرتك؟ الدكتور فرغلي قال كلمة يمكن اللي يسمعها يفتكر انها نوع من انواع المزاحة او التفكيك الجو الجاد، كلمة المسخرة جميلة عجبتني قوي، اسمح لي احط لها مرادف عشان ما ابقاش بكرر. كلمة البهجة، البهجة في عشان اطبق ده على شغل الدكتور رباب، كلمة البهجة في التراث المصري القديم. المصري القديم هو أول بني آدم على وجه الأرض حول الموت، الموت لقصيدة بهيجة جدا جدا، لدرجة إن في ناس اللي بيقرأ مثلا متون الأهرام بيحب الموت، بيحب مرحلة ما بعد الخلاص. الألوان اللي هنا دي الألوان اللي تخترق التأشير الأسود، الالوان دي بنفس درجه النصاعة دي موجوده مثلا في مقبره نيفرتاري، نفس درجه الوضوح دي الوان معجونه بالشمس
معجونه بضوء الشمس الوان صداحه جدا واضحه جدا. طيب ايه العلاقه بينها بقى وبين اللي حواليها؟ انا لو هدي جايزه زي ما قال الدكتور عمر عبد الكريم انا هدي جايزه للدكتور رباب في النحت. العلاقه بينها لطيفه جدا داخل المسطح بين ما هو نحتي وما هو تصويري. ومغامره كبيره جدا الفنان يدخل بهذه الالوان الصداحه الواضحه اللامعه في وسط ابيض واسود. ده فنان بيمشي على الصراط زي اللي ماشي على السلك في عرض جوه سلك ممكن يقع يمين او شمال يقع. العلاقات هنا عند الدكتوره رباب محسوبه بشكل شديد الدقه. العلاقه بين اللون والالوان سواء اللون الوردي او اللون الاصفر الشمسي او الازرق المنير ده والنحت. وانا بركز على كلمه النحت دي بتنحت شخصيات جوه المسطح. لو شفنا مثلا مقبره حمص الثالث انا دخلتها الحقيقه مره واثنين كل مره كان بيعتبرني الرعب من هذا الكامل من التشييد الصحيح في العلاقه بين ما هو نحتي وما هو تصوير بشكل بمنتهى الجراه. الاشخاص عند الدكتور رباب نمر للقطة واحدة يتقال انها شخصيات مش من لحم ودم. بعد خمس دقايق بالظبط تلاقي الشخصيات بتطلع من جوه. يعني في علاقة بين ما هو روحي جواني عند الشخصيات اللي من زمان مش في التجربة دي بس هنا المغامرة زادت شوية. الألوان تخترق الأبيض والأسود المنحوت. ده جزء من العلاقة الفلسفية عند مصر القديم بين التمثال النحتي الصرحي. وكلمة الصرحي مش معناها كبير. يعني في ناس بتفسر ان في تمثال صرحي بيبقى صغير كده. زي تماثيل الجوشات دي اللي كانت بتستخدمها مصر يعني يبص للتمثال الصغير منها هتلاقيه صرحي. يعني الروحي فيها متعمق. وهو عند الدكتورة رباب انا بشوف كده من وجهة نظري حالة ربما ده تفسير اللي كان بيقوله الدكتور فغالي حالة الحشد. المغامرة بس أنا ما قلتش لا أنا بقول الحشد. أنا بقول الحشد. لكن الدكتور فغالي كان بيركز على لغة الشارع. بما إن لغة الشارع في مصر بقى لها فترة فيها أزمة. أفتكر إن النص اللي أنا كتبته عن الدكتور رباب في 2010 كان فيه تبشير بالثوره اللي جت بعد كده مره واثنين. هي عندها قدره على حشد كميه كبيره جدا من الشخوص في مسطح واحد بتدرج من الثلاثي للرباعي لحد ممكن توصل ل 50 60 شخص جوه مسطح واحد. دي اللي بيقدر يعملها الفنان اللي عنده مشروع اللي مشغول بالتركيب والبنى بصبر. انا ما اعرفش ان عنوان المعرض الصبر جميل بس العنوان ده صحيح. يس yes. هو الـ المدلول هنا ممكن يكون على الموضوع لكن انا بتكلم على صبر التقنيه. ده اللي قاله بقى الدكتور احمد اللي هي حاله الوجد اللي هي الحاله الجميله قوي اللي بين الغياب والحضور. ممكن حد يخش على والله تسال الدكتور احمد بيقولوا لنا كلام عجيب قوي. حالة الوجه دي يا دكتور فلفلي حالة حالة اشتعال. ايوه حالة تصرفية انا عارف. لا لا انت عارف اهو. لا عشان كده. احنا قلنا مش عايزين نقول تصور قلنا حالة وفعالة. حالة اشتعال وجداني في الشيء ده يا دكتور احمد. لازم يبقى في مساحة كده مساحة زي الرملة النعم الرخو. هو نفسه بيسيب نفسه ويغوص بس شرط انه يملك القدرة انه يطلع تاني من الرمل الناعم. حالة كده بتبقى عاملة زي المرجحة. الدكتور احمد بيسميها الوجد بعد اذن الدكتور فرقان. الوجد والتعالي الترانزستالي الترانزستالي دي كلمه مش عربيه. ما هو مش عربيه لكن هي الترانزستالي. ده هو مستوفين برضه طبعا المتوفين ده علم.
علم معترف في الجامعات كلها. الحالة اللي بيقول عليها دكتور أحمد دي منطقة مهمة جدا على فكرة في الأداء ومجالها. ده كل التصوف. ولو ما كانتش متصوفة ما كانتش اتطلعت الجامعات ده كله. ده عاشقة عاشقة. طب كفاية بقى إن الدكتور فرجاني نفسها معاك على الجامعات. الحالة دي هي اللي بتخليها تستنطق الشكل النحوي بتاعها المرور. هي اللي بتخليها تغامر وتخرج بره الفورم النحت اللي هي بتنحته بالقلم الرقيق ده أو بالأحبار حتى. هي دي اللي بتخليها تقفز فوق الشكل النحتي الصامت ده. هو الشكل بتاعها بينطق من جوه. ومغامرة كبيرة جدا إن الفنان ينحت أشكال جامدة كده ويستنفر بها قوة روحية من الخارج. هي بتشوف يعني في شغل للدكتورة رباب 7-8 سنين اللي فيه الحشد الضخم فيه 50-60 فجر جوه المسطح الواحد. ده اللي كان فيه تبشير في الثورة زي ما أنا كتبت بالظبط. الحقيقة الكلام اللي اتقال كتير. أنا أفكر الدكتورة رباب كانت طبعا من المباشرين. أمال إيه؟ بلاها من نائب العالم. هي الدكتوره رباب بتحشد بكل انواع الثورات، ثورات على القطر، ثورات على الزل، على الانقطاع، ثورات على الصمت. عشان كده الوجوه بتاعتها كلها ما تلاقيش البق مفتوح. في اغلب الاحيان بتلاقي الفم صامت. انا اول مره اجي ندوه اتفاجئ. انا قعدت اني بحضر ورق وبقول يعني اتمنى ان اكون نجحت. بالعكس كده احسن. ما عملتش هعمل ورق في الندوات تاني. الورق مش انا الرايد الدكتوره رباب. وعايز اقول في ملمح للشباب كمان. الفنان بعد ما يعمل المشوار ده كله والفورم لتاريخه دكتوره رباب وحتى الدكتور مصطفى برضه نفس الحكايه بيعيش زي التلميذ بالظبط. رغم مشروعه ممتاز الا ان انا متابع قبل طلوع المعرض بكام شهر ما بتردش على التليفونات ما بتعملش اي حاجه خالص. وفي هذا الصدد نشكر الدكتور مصطفى على صبره. كان بيرد عليه لا هو ده يعني ربما اوزيع بعض الاسرار الصغيره. هو بيرد على التليفونات وهو ممكن يعمل لها شاي وسكافيه وكل حاجه. اتعلم الحاجات دي. اكتب الحاجات دي هتنفعك. عشان كده الثنائي ده ناجح جدا. ده مهم ان انا اشاور على النقطه دي. دول فنانين دي نوعيه من فنانين المشروعات من اصحاب النفس الطويل في نحت المشروع. بس ممكن نشيل الثنائي ليه؟ لان الثنائي كلمه توظف في غناء ان الاثنين يطلعوا يعملوا دويتو مع بعض. هم كل واحد هما هم بيغنوا بعيد عن اللوحه يا دكتور. انا بهني الدكتوره رباب وانا سعيد بهذه المصادفه. انا جاي اتفرج على المعرض واكتب جاي اشارك في الندوه. لكن كمان التقليد اللي بتعمله الاستاذه نهدى. لا مش الاستاذه نهدى القاعه كلها. القاعه يعني تقليد جميل. وانا بتمنى ان مفيش معرض واحد يخرج في مصر كلها الا ومصاحب ليه ندوه. لان ده صح شديد الاهميه. المعارض اللي بتمر مرور الكرام دي كان الحركه التشكيليه دي قربه وبتسرب ميه من الناحيه الثانيه. لازم الفعل النظري الموازي للفعل التطبيقي في كل مجالات الحركه التشكيليه صحيح. عدد المحدود جدا لكن حتى العدد المحدود جدا ده يمكن توظيفه بشكل جيد. في فنانين كمان من اللي بيجيدوا لغه التنظير والكلام زي الاساتذه اللي موجودين. فاتمنى ان مفيش معرض في مصر يخرج نهائيا الا بندوه. واذا كان المعرض ده هيتنقل اسكندريه او يتنقل اي حته اللي بيعمل ندوه هنا يبقى فيه غيره يعمل ندوه في مكان اخر. والف مبروك للدكتوره رباب. الحقيقه اللقطه الاولانيه لقطه جميله. انا هكمل بقى المعرض بعد ما خلصت. بس كنت عايزه ازيد على كلمه ندوه. احنا مسميين اللقاء ده لقاء صالون عشان مش ضروري تكون متحضر ومعاك ورق. طبعا احنا عايزينها كانت كده بالظبط. عايزينها كده بالظبط عشان الحوار يبقى
العفوي وغير محضر وكان من قلب كده ويبقى في حوارات يعني توك معناتها انتر اكتف يعني ممكن اتكلم والناس يتكلموا معاك عشان كده نحن مش قاعدين على منبر قاعدين زي صالون عظيم فدي فكره صح كده طلعت تمام وبعدين متشكرين قوي على تبعك لفكره التبشير بالنسبه لي دي مبشره كبيره وانت بتهيألي انت بشرت دلوقتي ممكن المرض الجاي بتاع الدكتوره رباب يكون تحت كمان هيبقى ثنائي يعني تصوير ونحت ثنائي بهذا المعنى بهذا المعنى قلنا ثنائي معنى بسرعه لا لا ثنائي هي وتصوير والله دي ملاحظه جميله جدا يعني لو كمان قطعه تحتيه من نفس الشخوص دي دكتور دكتور مصطفى دكتور مصطفى عمل معرض نحت مع تصوير ممكن النحت بتاع دكتور مصطفى مع لا ما عملنا كان معرض واحد رغم ان دي مغامره بالنسبه للنحات لا اتعمل كان مصور بالقوه دي لكن هيتوازنوا لسبب واحد ان في مشروع مظبوط في مشروع متصل بقى له نص قرن وله ملمح فهيعملوا تصوير يعملوا فيديوهات يعني اي حاجه هتمشي المشكله عند الشباب تحديدا في اخر ربع قرن ان ما كانش في مشروع ما فيش مشروع ملح انما في مشروع تقني مشروع تجريبي طب اسالك سؤال برضو عشان تستفيد يعني المشاريع مين اللي بيمول المشاريع عشان كده هو جديد خالص علينا المشروع زي شجرة ليها جذر ببساطة يعني عشان ما نعقدش المشروع في أشجار ما لهاش جذر فمن أول زقة كده بتقع بتطير ال الأغصان الأغصان وال والورد طبعا ميرسي قوي ومعنا دلوقتي الأستاذ ياسر جاد هو مؤلف كتاب قراءة كمية عمل واحد من الأعمال في كتاب تاني في واحد من الأعمال هيكون قراءه في موضوع في يعني عمل لدكتورة رباب اللي هو العشاء الأخير ممكن تتكلمنا عنه؟ سهل انا بعتذر عن التاخير بس طريقة مشروع انا عارف انت جاي من مشوار صعب انت وعملت فمشكورك على انا قلت له بلاش المجهود ده وبلاش البتاع ده مشكور الجلد الزمالك على نعتقد الطرف الخيط من اللي قاله الاستاذ محمد حماد هو فكره حفظ النوع ده من الحوارات او المواقف وفكره الحوار ما بين سواء مبدع او جمهور وقارئ ناقد وايا كان مهتم بالفن تشويه حتى عامل ده في حد ذاته هو ده الغرض من فكره النشاط حد ذاته. دكتور رباب طبعا واحده من الفنانات اللي انا بشوف ان هي بتشتغل شويه مش مستعد يعني بشوف بعض الفنانين هو عنده الحاله اللي دايما بتتكلم بمقدار مصروفه غالي اللي هي عندها انفعال يعني هو بيشتغل بانفعال من جواه هو مش عايز يقول انا متعلم اكاديمي بشكل ولا عايز اعمل خط بشكل ولا هو عايز يقول انا جوايا فاللي لفت نظري في البدايه شغل الدكتور رباب كانت لوحه هي موجوده في الحمام وهي كانت لوحه لمشهد الجنازه فالحكاوه استفدت كتير يعني شخوص وملامحهم وتعبيراتهم والفضول اللي عندهم في حاجه في اللوحه استفدتنا شويه الحاله دي حاله انسانيه خاصه هو حاله استثنائيه عن الانسان يكون فيها حاله تصدم لكنها بيكون عند بعض المحيطين فيها حاله اليقين بقى هو بيوصل لمرحله اليقين ان كل اللي فات ده مش مساوي الا لو تم فعل في شيء جايب طب زي ما قال الاستاذ محمد ساب زرع شجر يتجز له وساب لها الفروع دي يعني هياخد منه ناس ثانيه كان العمل غريب بصراحه بالنسبه لي يعني هو كتير قالوا لي لا ده فيها شغل اكتر من كده يعني وافضل من كده وهي دي كانت مرحله بس ما اعرفش انا شفت في الواحد دي جمال من محرز شفت فيها الحاله الانسانيه اللي بتعرض ليها شريحه من المجتمع ده كل المجتمع في وقت من الاوقات فيعني تناولتها شويه كده بالقراءه ولكن لما شفت العشاء الاخير طبعا على خلفيه القصيده الشهيره لسامو التالي دي كانت 1798 على ما اعتقد كانت 1798 القيمه بقى اللي في الحكايه بتاعت الملاح القديم في
هي اللي خلتني برضه اوريك العشاء الاخير بشكل ليه علاقه بالملاحم شويه واهميتها في حياتنا. احنا بنستند عليها كخلفيه لثقافتنا والعادات ولسلوكنا ونقتمد بيهم بيها. الملاح القديم يمكن انا ما شفتش المجموعه كلها يعني رحمه الله عليه الدكتور عبد الرحمن المسيري يمكن كان قدم للكتاب وترجمته، ولكن استوقفني برضه حاله الحلول اللي عند حضرتك لفكره الطاقه. القصه كلها باختصار شديد يعني اللي مش عارفها يعني هو الملاح اللي فجاه كده قرر ان هو يقتل الطائر الرمل الطائر البحري الابيض ده الرمل البراءه، وفجاه هو قرر كده بهلوسه ما قتل الطائر مع ان البحاره كلها بيتفاجئوا بيه وهو اللي بيواجه السفن في الوقت دوت، وكان ده دي العقيده اللي كانت عند البحاره. بالتالي بعد القتل دوت حصلت بقى النكبات اللي حصلت في البحاره وفاتهم وهو بقى اكيد المشكله الكبيره اللي حصلت دي اللي قال عليها سامي تيلور وانتشرت القصيده كلها. فالحكايه نخرج منها قيم فيما بعد بقى هو خلاص يعني حتى هو خد الفاظ من الايات القرانيه وبعض من الانجيل ومن من الشكل السامي في الاخلاق وفي السلوك، خد منها فكرة اليقين في الآخر، خلاص هو اعترف بخطيئته، وابتدى بعد ما اعترف بخطيئته، أوكي، ابتدى يشوف بقى الأمور بشكل أوضح. ابتدى يشوف العقائد، ابتدى يشوف الله، ابتدى يشوف القيم، ابتدى يشوف القيمة أكثر ما يشوف الثمن. يعني هو ده المغزى في الحكاية كلها. لكن الصياغة بتاعتها حسيت إن التعبيرات بتاعة الملاح والطائر وشكل الجو والخلفيه والريح، يعني انا وصل لي دايما شغل الدكتور بشكل كبير قوي. لما جينا في العشاء الاخير يمكن عشان كانت الاعمال كلها قدامي فيمكن شفت ابتديت اشوف الحكايه بشكل جيد. ابتديت اشوف الانقسام اللي هو حصل على فكره انسانيه المسيح في الميثولوجيا. ده انقسام حصل يمكن دافنشي يمكن كانت واضحه جدا في لوحه دافنشي شمال. لكن عند الدكتور الرباب الأربع صياغات بأربع قراءات، يعني من الواضح إن أنت قريت الإنجيل بشكل ما، قريت الرواية على الأناجيل الأربعة الشهيرة، أعتقد كده. ففي بعضهم ما ذكرش القصة وهرب منها، اللي هو أعتقد إنجيل لوقا، متى؟ يوحنا، ويوحنا هو اللي ذكرها، الباقي كله ذكر التفاصيل بتاعت خميس الأعمى. اللي هو ليلة العشاء. فاعتقد ان الروايه انت برضه جربتي منها، يعني انت ما خليتيش حد فينشي، انت برضه حطيتي قلت اروح للاتجاه السليم ما عملش اشكاليه وحطيتي الهاء، اعتقد اللي هي اللوحه الاولى. تمام؟ فيا ريت ان الحكايه بذكاء يعني نقدر نقول بذكاء. تمام؟ ولكنك فصلت المساله كلها تفصيله جيده جدا. حتى في السؤال وهو بيبشر انا عارف مين الخاين وبتاع، وابتدوا هم يتجادلوا مع بعض يمكن اللوحه اللي ورانا دي. فكانت الصياغه بشكل عام هي صياغه اشعرتنا بان احنا دخلنا اليونت، يعني دخلنا جزء من اسبوع الالام الطويل ابتدى من السبت لغايه الاحد. فشفنا الدراما بتاعت ليله كامله، هي الدراما الحزينه، هي ده العشاء الوداع. الحكاية كلها خلاص احنا وصلنا للعقدة، وتاني يوم هيحصل بقى المسألة وهو هيروح خلاص لمصيره اللي هو اتنبه. بصرف النظر بقى عن الملاح القديم أو العشاء الأخير، القصة من الدكتور رباب هي بتشتغل على شكل الإنسان. الإنسان وعلاقته ببيته ومحيطه. الإنسان وعلاقته بعقائده. العقيدة عنده. وسلوكه هي بتشوف الناس ازاي؟ بتتفاعل مع مجتمعها ازاي؟ هي بتحس بالامور بشكل لا مش عارف، لا هي بتقف بتتفكر بتقعد تحلل كل اللي بتشوفه، يمكن بتكون في صمت، ويمكن ده اللي بيخلي لوحاتها زمان اسم محمد كلها مطبخة الفم، لكن هي بتفكر في تعبيرين بتغني عن فكره الايحاء ان هو بيتكلم او بيصرخ او بيقول أو بيت أيا كان، لكن التعبيرية يمكن معوضة الشكل ده شوية. في المجمل العام أنت شغالة على الإنسان بشكل عام. هي دي قضيتك وده همك. همك أنت من مجتمعك ومجتمعك من مجتمعك.
فأنا بشوف الدكتورة رباب بتروح برضه للشغل ولا طرحها بشكل مباشر، ما بتدخلش في الدكتور. المفروض أنا كنت حريصة جدا على إن أجي أشوف المعرض، يعني الحمد لله أنا في الأكل. معلش أنا مرة من معرضين ثلاثة قلت للدكتورة رباب بطل المعرض هو الصبر، فاكرة؟ وأنا لما جيت لقيت العنوان الصبر، فهو يعني فكرني بالكلام رغم إني النهاردة سعيدة جدا جدا. أنا كنت أقصد هناك صبر في التقنية، ده يعني غير عادي، وصبر التقنية ده ما هواش الصنع، لا أقصد به الصنع بتاعته، لأن الاثنين مدمجين مع بعض بشكل يعني موضوعك بتقنيته بحلولك بتناولك طريقتك كله مع بعضه خدم الموضوع بتاعك. النهارده وقبل كده المعرض اللي قبل كده فاكر برضه لما قلت لك قلتي ما انتيش لاقيه في الرقيد والحاجات دقيقة جدا جدا جدا، قلت لك الحمد لله اللي ما لقيتهاش عشان كنت عامله حلول اخرى بالنسبه لي كانت خرافيه. النهارده تاني متفاجئين تاني، سعدت جدا بحاجات ولوحات شفتها هي برضو مليئه بالاشخاص بتاعتك ومليئه بالاشخاص، عندك روايه عندك قصتك بغض النظر ما هو اللي قريتيه ده، الخلفية بتاعتك ثقافتك اللي بتنعكس على الواقع، اللي هي بتخليني اشوف العمق اللي انا بتوقفني قصاد العمل بتاعي دلوقتي. العمق انا بلاقي نفسي جواه بغض النظر انت بتعملي الاسطوره القديمه او الروايه او القصه اللي انا فيها، يعني انت نجحتي في ان تخليني انا جوه العمل بتاعي. سعيده جدا ببساطه او بتبسيطك ببعض اللوحات بشكل كبير جدا، تبسيط التقنيه اللي كانت موجوده بشكل كبير قوي مع قوه التوصيل، فبقوا الاثنين يعني يعني هنا النهارده الصبر مش الصبر هو البطل العام، لا يعني خليتيني احس لا في بطل اخر عميق جوه بتشديني وراه، اللي هو انا جوه اللوحه انا شايف لا 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 الاشخاص اللي هي عاملاها، الحوار اللي هي القصه الروايه اللي بترويها لي، الحوار الشخوص. انا على فكره مش بفلسف كلام ولا بالف، ده انا بقول احساسي اللي عملوه هي اساسا كده. عشان لا انا بقول لك انا اللوحه بتاعتها خلتني انا بطلتها كمان، لان انا جواها انا جزء منها، فدي قدره جميله جدا جدا. بقول بغض النظر عن القرايه والثقافه والحاجات اللي ورا ده، وهي دي السبب، يعني هو الثقافه دي ده هي دي الانعكاس اللي بيخليني او بيخلي اي حد يحس يتعمق في العمل عشان يقراه عشان يشوفه، فدي مقدره ما شاء الله يعني ربنا يديكي الصحه. وانا سعيده جدا من البيت. انا حابه بس دقيقه اقول كتير كتير جملتين، انه انا بعتبر انه الدكتوره رباب ما درست قائمه بذاتها، انا فنانه تشكيليه، فغير ما افوت بتفاصيل كتيره واحكي عن النمنمات مثل ما بيقولوا بالفرنساوي هي دونتوليير، مثل اللي بيعملوا دونتوليير، فهي ما درست تدرس ما في شك. فغير ما نقول كثير اشياء، وفعلا انا مع حضرتك لما قلتي انت بتشوفي حالك بقلب التبلوغ، هو طبعا يعني بيجوراتيف من كثر ما انه قوي بيجذبك،
فبس حبيت اقول. بص بقى عشان الحق يبقى حق يبقى المظبوط مظبوط. الشغل ده متين وقوي وفي شغل جميل، اوكي؟ ولكن لازم نقول شويه حاجات اساسيه. لان الوشوش فيها انتعار من غير سبب ولا مبرر. ليه؟ لان لا هي شكلها كده ولا مصطفى كده ولا لا شغل مش كده. لا دي واحده دي انا بعقبي بقى دي واحده بعقبي بقى بس اعترض ايوه هتعقبي بقى. وبعدين انا قلت لك الكلام ده قبل كده لوحدنا. الوشوش شويه فيها امتعاض يعني حد منتعب متضايق طبعا دي واحده. اثنين في الكومبوزيشن الاساسيه في قدر خفيف وده اللي انا قلت ان انت محتاجه ان انا يعني اجي في وقت ما انت منفعل او كده واعمل اي مسخره. اوكي ليه ده؟ لان في شويه تكاليف كتيره شويه في الشغل لازم تخلص. ليه؟ لان في النهايه النسيج بتاع العمل لازم يبقى مور اوريجينال من ناحيه التقسيمات والهندسيات والحاجات. الناحية الثانية مش خلصت. مين؟ الناحية الثانية فاضية. دي واحدة. هتكلم على النسيج بتاع الجسم. لا الأوضة الثانية. أيوه أنا شفت الأوضة الثانية. الصالة الثانية. ما فيهاش اللي بيقول عليه. بتكلم بشكل عام. بتكلم بشكل عام إن في نسيج تكريمي هو اللي بيرتب العناصر الى حد كبير، لكن هي عندها مقدره فائقه في قضيه التوازن الاتزان الحق الرصانه. انا قلت الكلام ده كله وبعدين الرصانه مهم والحق مهم والاتزان مهم. كل ده قيم جميله وايجابيه في الشغل، لكن عشان ننشئ تاريخ للفن لازم نقول حدد اشياء عشان نساعد بعض. يعني اكيد شغلي فيه حاجات لو حد قال لي وفي شغل كل واحد كده، وكان زمان في مصر الحكايه دي موجوده ان احنا بنقابل بعض وبنتكلم في الندوات وبنشاور على حاجات ايجابيه وعلى حاجات اللي ممكن تكون اقل ايجابيه. فانا بشوف ان المزاج التقريبي موجود، وانا شايف ان الروحه اللي هناك دي اللي فيها الصبار منع الحكايه دي قللها فبقت من اجمل اللوحات. انا بكمل عشان ننسك بس لا المزاج بتاع التكابيه او المسحه التكابيه موجوده وهي اللوحه دي قليلتها، فاحنا بندعوها الى مزيد من اللوحه دي لانها فيها كومبوزيشنز مش مبنيه على التشطيف الهندسي او التكريمي. ده امر ما يزعلش الدكتور عمار ولا حاجه وما يقللش من العمار. لا طبعا ما يزعلش. ما انا عارف. لا انا قصدي احسن حد يتكلم عن كده. لا 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 فيها صرامة وممكن يكون لها باك جراوند بس هي ممكن في رأيي تخلص منه دي واحدة. لأن احنا مش بنرسم الواقع. ليه؟ لأن دي واحدة الأرض بوزيتيف إنرجي. الأرض بوزيتيف إنرجي والمصر القديم هو أعظم من أعطى البوزيتيف إنرجي للناس وهما بيحاربوا تلاقي الدنيا شكل جميلة ولذيذة مش حاجة. فاحنا عندنا هيستوري التاريخ أعظم بكتير أوي من التكابين. ده كلامي الشخصي وأنا مسؤول عنه. التكابين مش طالب منه برضه حاجات تانية، لكن يعني على أي حال إحنا بنقول إن إحنا الروس بتاعتنا قوية بشكل غير عادي. وعشان نسلم الاجيال اللي بعدينا لازم نبقى اقوياء انف نقول بعض الاشياء اللي المفروض طول عمرنا ناخد ونفي فيها. يعني فوق انا لما اقعد مع الدكتور مصطفى مره من المقربين جدا ليا، يعني اخر الاصدقاء ليا، وبالتالي
لازم اقول وهم يقولوا في شغلي وانا قلت شغلهم عشان نطلع قدام وعشان يبقى في ملمح جديد للفن المصري المعاصر لازم يعني فدي جزئيات بسيطه جدا واللوحه دي بتقول ان الفنانه دي قادره انها تفك سنه من تجاديد المشهد اثنين ان الوشوش دي هي قادره بالكواليتي اللي عندها انها تعمل وشوش فيها دش ممكن فيها ابتسامه ممكن فيها غضب بس مش انتعار كان في عندنا حد عميد كليه الفنون الطبيعيه زي ما بتشاهد عليه الدكتور اللي كان عميد الكليه اسمه ايه؟ كان ممتعد ولا كان ممتعد لا اللي هو بعد محمود شكري كان يزعل اللي يزعل شويه ايوه عماد عماد كان لما يزعل شويه تلاقيه وشه قلب فبقى فيه امتعاض لحمة بنتي على فكره انا يظهر انا يظهر النهارده كده فالشغل بتاع الدكتور المصادر القوه اللي فيه يبقى جميل ان الجلسات اللي كده يركز عليها فتتصاعد بقى انا الحقيقه شايف ان الاثاره والقوه والاحكام السند بتاع الكومبوزيشن اللي فيه توازن من درجه عاليه ده من الحاجات الايجابيه جدا لكن عاوز اقول لكم بصرف النظر عن حكايه الظروف والعشاء الاخير ان ايضا من الجوانب اللي احنا بنحب نزق فيها شويه هي ان الاشكال كلها واقفه مواجهه شويه يعني في المنقص الوشوش كلها تقريبا في انا في جوانب في دي دي عشان الموضوع لكن الباقيه معظمهم امامي فممكن بصرف النظر ده احنا مش هنلف ونشوف التقرير يعني لا هنتكلم بشكل عام دي يمكن الموضوع هو ان في راجل وقاعد يشوف دي ناس وطبعا انا مش من المتحمسين للموضوع ده اصلا خالص ليه؟ لانه لا له صله كبيره بالدنيا ولا بيا ولا بالناس ولا حاجه ده موضوع قديم قوي وداخل في سكه موضوع العشاء اه بالعكس العشاء كتير كل يوم عشاء كل سنه انا عايز العشاء كتير ده بتاع سنه تسيح ايوه طيب ايوه مش كل يوم بنقعد مع سنه تسيح ونتعشى مش كل سنه مش كل يوم عايز ينونا هو لا حاجة شغلات تانية فهو عميق جدا شوية الموضوع عميق جدا وسن المسيح عميق جدا انا ما قلتش حاجة لكن انا بتكلم طرحه مرتين في القاعة او في المعنى يعني ممكن نشوف مواضيع تانية اكثر يمكن هو فيها صلة بالسن تقصد يمكن البارتاج يعني في مليون حاجة ممكن تعمل يعني تجمعات والعطاء والتحول أنا بقول ده ليه إلى تاني بالنسبة للأجيال بتاعتنا نارس الأجيال اللي بعديها يعني تروح ZAGSalon الشباب هنلاقي الموضوعات كلها مالهاش دعوة بالدنيا مالهاش دعوة ده صح ده صح بس مش لازم انا برايي طبعا اما انا اعمل الفنان ابن بيتو يعني الفنان المصري انا اعمل الموضوع ده لكن انترناسيونال كمان
لا التمسحيه دي كلمه لا لا مهمه صحفيه ويا حضرتك يعني لو واحد لو حد دكتوره رباب او لو حد حضرتك او دكتور مصطفى لباريس او نيويورك مش الموضوع ده غير هام في الفن خالص المطالعه حكايه العالميه يعني معرض في باريس هتشاف او ما تشافش عندي ما تشافش لا مش مهم انت حضرتك من اجل عمل انسان للعالم امام هي واحد عمل انساني صادر من منطقه معينه عشان يضيف ما مش ممكن حد فينا هيضيف الا اذا اضاء عن منطقته يعني الاوروبي مش محتاج ان انا اعمله العشاء مين ها؟ انت مش هتعمل لفلان ولا لا بس هو لما بتعمل حضرتك بطريقه مثلا مثل ما عملته دكتوره رباب انت عم تعرض اي موضوع ان شاء الله اي ولو رسمت وردي بطريقتك هي اللي بتفرض فكرتك وانتمائك فبيبان انتمائها للمنطقه وعمل هذا الرسم هي مش قادره معلش احنا مطولين الفن قوي يعمل مناقشات قوية الفن مختلف مختلف وجهات نظر مختلف الفن الضعيف يدي سكوت ويبقى اوكي اقول لك كلمه بقى معلش اقول لك كلمه هي دي روابنا ايوه لو اضافت الشركه التكعيبيه الزايده واللي خرجت فيها في الصبار وخرجت فيها في لوحات تحفه انا عشان كده بقول لها انا سعيده جدا باللي شفته ده لو اضافت كلمه المسخره اللي انت بالمعنى اللي انت بتقوله هتبقى فرغانه عبد الحفيظ لا 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 المسخره مش مقصود بيها فاهمه قصدك هو فرغانه عبد الحفيظ مش بيعمل مسخره بيعمل حاجه جامده جدا ايوه انا قصدي ايه؟ انا بحب شكله جدا فاهم قصدك مسخره مش سكاي فاهم قصدك مش سكاي لا انا فاهم تفك 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 لما ترجعي تفك من يا واحد بس يا واحد انت كده ولا لا؟ لا لا يعني انت معايا ترجعي لورا ترجعي لورا هتلاقي ان شغل الورا كان مختلف هي مش ثابته على كده عمال يتغير لا لا دكتوره رباب لازم تتعقد طبعا دلوقتي سمعتي كل الاراء انت قولي رد انت او انت مش عايزه تاني هقول راي بعض من الكلام اللي انا سمعته ده كله لا لا في كلام جميل يعني كلام جميل بس انت بس التعليق على العشاء الاخير انا مش مولاها انها حاجه دينيه وحاجه لا هو مش مولاها كده الارب دولاها من فيها الحب والانسانيه والثقه في شيء جميل لكن مش ان انا اصدر شيء معين يعني عشان كده انا بحب ارسمها لانها يعني الواحد مهما وصلها ومهما كذا فيها عظمه لا توجد والاشخاص وكل حاجه بعدين حكايه الاشخاص بتوعي او الشغل بتاعي انا لما بشتغل من اول ما بتيجي اللوحه بتخش فيا من جوه ده كلام حقيقي وليس كلام ده انا بحس ان الشغل ده جوه وانا بشتغل هو بيكلمني وانا بكلمه وانا حاسه بيه وما فيش وقت ان انا اقول ستوب الا ما هو يقول لي انا خلاص خلصت لكن بعدين حكايه الاكتئاب انا مش شايفه اكتئاب لان كل لوحه من دول العيون بتاعتها بتكلمني زي ما انا بحب ان اي واحد لما يجي مهرجي مش مجرد ان هو يشوف المعرض يروح باصي وماشي لكن لا اللوحه غصب عنه هو معلش سوري الكلمه دي بتوقفه عشان يبص فيها مره واثنين وثلاثه وبيلاقي نفسه جوه بتكلمه بيكلمها لغه العيون موجوده في اعماله العيون نفسها لغه موجوده في اعماله المتلقي بتشارك معاها يعني وانت ماشي كده وباص يعني اللوحه دي مثلا العين نفسها لو باصت لها شويه كده هتلاقيها بتكلمك يا اما مبتسمه يا اما بتسالك اي حاجه ده الاحساس ده اللي عندي وانا اللي ده عايزه اوصله للمتلقي فالمعرض يعني كله بحس ان هو الدنيا بتاعتي وانا بشتغل يعني كل لوحة خلصت لكن أنا برجع لها وأشوفها وأدلعها وأبصلها كده يعني لا العمل الفني الواحد لما بيشتغل مش مجرد إنه بيعمل عمل يعني يعرض وخلاص لا العمل فيه مجهود
في انتقام، في صبر زي ما التايتل بيقول، وفي مقومات الفن، يعني كل صوره لها مقوماتها، يعني ما فيهاش شيء واقع وشيء مش عارف، لا فيش تحت، فيش متكامله خالص. انا عشان اعمل لوحه واحده ارسمها بس، عشان ارسمها بقعد افكر فيها يمكن شهور، مش مجرد ان انا حطيتها خلاص اقعد تك 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 حاجه احطها وبرسم، لا ده انا بقعد في الصوره شهور عشان ارسمها. يمكن دكتور محي جه مره في روما واحنا في روما، بشتغل تحت السلم، عندي تحت سلم جايبه الترابيزه للرسم وبشتغل، هو ورايا وجاي يقول لي انت لسه قاعده بترسمي في البتاع، حصل يعني مش مجرد الواحد ينزل تك 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 يلا نمشي، لا بتاخد مجهود عشان اقعد ارسم وافكر وهعمل ايه والاشخاص شكلها ايه والتونات شكلها ايه. انا اللوحه الابيض والاسود دي انا بعتبرها لون ملون، صوره ملونه وليس ابيض واسود، لان يعني فيها تونات كاني بالظبط بحط لها الوان، يعني فيها الجراي فيها الاسود فيها الدرجات فيها كل درجه اخف من الثانيه اخف من الثانيه وهكذا، يعني انا كل درجه عندي لها لون لغايه ما اوصل لتون اربعه، يعني اقول 1 2 3 4 التدريج بتاعهم. فيعني طبعا انا سعيده بكل الكلام اللي اتقال، لان ده فعلا يعني حيويه للقعده وحيويه للمنطقه اللي موجود، والواحد طبعا استفاد وكل حاجه. جميل. وبشكركم جدا على حضوركم، وبشكر جدا 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 الجاليري وجميع العاملين بقى، انت ما بتحبش اقول نايلة وبس، جميع العاملين، جميع الاسره اللي طبعا دايما بنلتقي وبتناقش برضه بالحاجات دي، وبنقعد برضه نشد في بعض برضه بالحاجات دي.